كنشكر السيد امين المنسق الاقليمي ديالنا، كنشكروه بزاف بزاف لاننا عطانا الله واحد السيد اللي هو طموح وباغي يشتغل، باغي يشتغل في منطقه العراويين واقليم مديونه بصفه عامه. حنا امين عندنا داز، عندنا في قلوبنا داز برلماني، ولو ما داش فيه باسم على السينو، بل داز في قلوب الكل، في قلوب اقليم مديونه بصفه عامه. امين مقطب حنا بغيناه، وان شاء الله في 2026 سيكون ان شاء الله برلماني ديالنا. ايها الاخوه المناضلون، ايها الاخوات المناضلات، الحضور الكريم، ننعقد المؤتمر الاقليمي لحزب التجمع الوطني الاحرار في هذه الايام في اقليم مديونه، ويحضر معنا في هذا اللقاء عضو المكتب السياسي السي براده سعد، وتحضر معنا كذلك البرلمانيه فاطمه خير، وكذلك الاخت عزيزه، هم برلمانيات حزب التجمع الوطني الاحرار في استحقاقات 2021. ومن هذه المناسبه ان شاء الله تعالى كلمه ترحيبيه سيلقيها لنا احد الشباب هذه المنطقه، هو السي رفيق عبد الرحيم، فليتفضل الى المنصه مشكورا. بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم مديونة، بداية أرحب بالحضور الكريم، ورجاء أطلب من الجميع أن أستعطفكم للوقوف جميعا، أطلب منكم الوقوف جميعا وقفة إنسانية لمن أحيا الإنسانية من جديد، أحياها ورحب. لذاك الملك الذي سطر في قيادة الجب آلاف الحكم والعذر، لقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي وفاة الطفل ريان. لقد شاء الله رب العالمين أن يموت الطفل ريان رحمة الله عليه بعد عمليات الإنقاذ التي استمرت أياما من قبل الجهات المختصة، وكأن العالم كله كان بتلك الحفرة. هكذا أصبحت وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن المغرب وعن مغربية الشباب ريان الذي وحد الإنسانية. لهذا أعيد الطلب منكم جميعا أن نقف وقفة واحدة لقراءة الفاتحة على روح ذلك الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بعدا شكرا لكم، شكرا للحضور ديال جريده الواجهين ان شاء الله اليوم في التغطيه ديال هذا المؤتمر الاقليمي. اليوم دورنا كشباب الحمد لله جينا باش نمثلوا شباب الساكنه في التحديات المقبل للحزب ان شاء الله بالاقليم، وكلنا امل ان شاء الله في تقديم ما هو افضل للساكنه ولشباب المنطقه ان شاء الله من اجل الازدهار والتقدم بها ان شاء الله. هذا المؤتمر سيدي هذا كان في نفس الوقت مؤتمر باش نختاروا اعضاء المؤتمرين الوطنيين واعضاء مؤتمرين في الجهه واعضاء المجلس الوطني، وفي نفس الوقت كان ايضا مناسبه باش يتلاقاو جميع المستشارين ويتلاقاو المناضلين الحزب ويتلاقاو مع اعضاء المكتب السياسي وبرلمانيين، ودرنا وكان ايضا خطط طريق في العمل في داخل الاقليم، ودرنا ورشات فين اشتغلوا مناضلين اقليم وعطوا تقرير على شنو المديونه شنو علاش محتاجه بالضبط. وايضا واحد العنوان الكبير هو مديونه مستقبل، ليس المستقبل مديونه ولكن المديونه مستقبل، راه كاين الفرق. وهضرنا على الدوله الاجتماعيه وتكلمنا على الديمقراطيه التشاركيه وكيفاش الديمقراطيه التشاركيه اللي داخله في التاريخ ديال المغاربه اصلا بدات بالجماعه، فهمتيني؟ عندنا في ثقافتنا كتستوعب وكتندمج مع الديمقراطيه التشاركيه، وتكلموا عليه الاخوان، وهذا هو الهدف من اللقاء، وكان لقاء جد جد ناجح، كان ناجح بزاف والحمد لله. الحمد لله نشتغل دائما وباستمرار في هذا الاقليم، والحمد لله الشباب عدوا ورقه تقنيه في هذا الموضوع، والذي تكلف بها شباب منطقه مديونه السي برديوس فليتفضل مشكورا لقراءة تقرير مفصل حول الإقليم ورهانة المستقبل إن شاء الله تعالى. طبعا الحال هذا التقرير اللي غنتناول النقاش ديالو دابا هو جا بعد الورشات اللي شندت مجموعة من النقاط اللي مدروجة على الشاشة،
هو عصارة لنقاش جاد وبسهول لشباب النساء. يمكن تواجدوا يعني في لقاء تاريخي اللي هو المؤتمر الإقليمي لحزب تجمع وطن الأحرار بمديونة، واللي هي محطة تاريخية كتعكس يعني توجهات العامة ديال الأحزاب على الصعيد الوطني، واللي كان هو فرصة للشباب والمواطنين من أجل طرح القضايا والتحديات اللي كيعرفها الإقليم مديونة، التحديات اللي كاينة في شتى المجالات، كاين مجال النقل، مجال الفلاحي، مجال الصحة، مجال التربية، شدة مجالات. والحمد لله يعني بتنسيق مع المنسق الإقليمي يعني وقفنا على هاد الإشكالات وعلى هاد المشاكل، وحاولنا قد الإمكان بأن نوضعها في ملفات باش يمكن لها نرفعوها يعني للمكتب المكتب السياسي. وطبيعة الحال الحمد لله مع تواجد الحكومة وكما وعدتنا السيدة البرلمانية اللي حاضرة معنا بأنها غتقف على هذه الملفات وغنطرحوها، واللي غتحدد يعني الصفة الوجهة الحقيقية ديال الحزب داخل إقليم مديونة عن طريق المشاريع باش يمكن لنا نحلوا هذه الإشكالات ونرضي بالمواطنين إن شاء الله. ويعتبر هذا المؤتمر ثاني نشاط سياسي نعقده بعد الانتخابات، حيث كان النشاط الأول مخصصا للمناقشة نتائج الانتخابات، و كما كان مناسبة للاحتفاء بالعمل الجبار الذي قامت به التنسيقية الإقليمية. سكينة مديونة سكينة رغم ما يقال، سكينة كتثق في المناضلين وكتثق لا في الحكومة لا في الناس في الأحرار اللي كاينين في الإقليم. للأسف ما كاينش ممثل أحرار مثلا في البرلمان، ولكن كنشتغلوا، أنا كمنسق إقليمي كنشتغل كأنني برلماني وكأنني عضو في الحكومة من أجل سكينة مديونة، يعني كنشتغل والحمد لله الحكومة كاينة الطاقة ما كاينش إحباط. كاينة الطاقة، كاينة الطاقة موجودة. كاينة الطاقة، وأيضا حنا كنشتغلوا ملف بملف، وبدينا بملف الصحة والأبواب البرلمان مفتوحة وكنشتغلوا بملف بملف، والحمد لله الأمور غادا في الطريق الصحيح. وهذا دليل على أن التجمع الوطني الأحرار حزب حي يتفاعل مع نبض المجتمع ويأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة والمستقبلية، ويحرص على أن تعكس أرضيته الإيديولوجية تطلعات المواطنين. هذا المؤتمر في إطار استعدادات الحزب إن شاء الله لتأسيس واحد الخلايا من أجل العمل على مدى 4 سنوات والاستعداد كل استعداد الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله في 2026. يشمل مجموعة المناطق ولا غير تركيز على المنطقة؟ لا إن شاء الله المؤتمر الإقليمي سيشمل عمالة إقليم مديونة كاملة بجميع الجماعات ديالها إن شاء الله والشباب ديالها، من أجل التقدم بهم، من أجل إن شاء الله تحريضهم على العمل السياسي والاستعداد كل الاستعداد إن شاء الله، والعمل من أجل تحقيق مكانة مشرفة للحزب داخل الإقليم. وتقفون مديونة كل شريح مديونة إن شاء الله تعالى، والأمل معقود على الشباب ومستقبل بإذن الله تعالى. والآن بعد الاستماع إلى مديونة نستمع إلى المكتب السياسي في شخص برادة فليتفضل مشكورا. السادة المنتخبين، أنا فرحان بكم موجود معكم اليوم، وفرحان نشوف هذا كل اللي هنا موجود اللي تبين الحياة والحزب في المنطقة. وهناك عدة إكراهات في المنطقة، تطبيب، إهمال، كل إهمال الشباب والطفولة داخل المنطقة. كما كتعرفوا كاين مطارح ديال النفايات الكبرى، يعني المنطقة كتميز بجميع المقومات اللي كتكون سلبية، والحمد لله كنحاولوا ما يمكن نعالجوا ما يمكن معالجتها إن شاء الله في السنوات المقبلة إن شاء الله. ويعتبر هذا المؤتمر ثاني نشاط سياسي نعقده بعد الانتخابات، حيث كان النشاط الأول مخصصاً للمناقشة نتائج الانتخابات، وكما كان مناسباً للاحتفاء بالعمل الجبار الذي قامت به التنسيقية الإقليمية. أتحدث إليكم في ذاكرة العديد من الأسر والرجال والنساء والشباب الذين استقبلوني في بيوتهم وتقاسموا معي تفاصيل من حياتهم، شاركت أحزانهم وأفراحهم، وحدثوني عن هواجسهم وأحلامهم نحو
مديونة الأمل، مديونة العمل، مديونة الإنجاز، مديونة الإبداع، مديونة المستقبل. وقد حرصنا في هذا المؤتمر على تنظيم معرض الفن التشكيلي للرسامين من الإقليم وعرض كتب الأدباء من الإقليم، لأن السياسي لا يمكن أن يعمل وأن يخطط بمعزل عن المثقف والفنان، لأنه بالفن والثقافة نبني روح الإنسان ونسمو بذوق الإنسان، وبالإنسان السوي نشيد ونبني الوطن القوي. شكرا لكم. المرات تخون الكلمات التي خرجت من أفواهنا، الإحساس ديالنا في واحد اللحظات، لأن كنظن مع الأخ أمين قطاع تبعت معه كواليس ما قبل الانتخابات خلال الاستحقاقات وما بعد الاستحقاقات، وخرجت بخلاصة واحدة أن المناضلين والمناضلات ديال إقليم ديالنا هما مناضلين أوفياء جدا لهذا الحزب، مناضلين أحرار. داكشي علاش قلتها في بداية الكلمة ديالي. هو كما كتعرف بأن الناس اللي غيضربوا بالحجر راه غيضربوا غير الشجره المثمره، والحمد لله يعني مسيره ديال 4 سنوات ما قبل الانتخابات اللي دازت من المؤتمرات المحليه والاقليميه من المحطه ديال 100 يوم 100 مدينه، حاولنا نجمعوا يعني الهموم ديال المواطنين على الصعيد الوطني، وهو فعلا باش تبنيناه في اطار المشروع. واي خطوه ديال النجاح راه ضروري من الصعوبات، والانتقادات اللي كتوجه الامين العام راه كتوجه لاي انسان اللي غادي في واحد المسار اللي هو ناجح، وطبيعه الحال الانتقادات اللي هي بناءه راه غناخذوا بعين الاعتبار ونحاولوا نبرروها داخل البرنامج الوطني ولا المحلي والاقليمي، وانتقادات اللي التي يعني تجعز شي حاجه راه ما تجعزناش، لان فعلا حنا شادين الطريق وواضعين الخريطه ديالنا وغادي بها. الكلمه هي بسيطه، حنا كنشكر السيد امين النقطه على المجهودات الجبار اللي كيقوم بها في منطقه الهراويين وعلى اقليم مديونه بصفه عامه. كنشكر السيده ملكه النقطه على المجهودات الجباره اللي كتقوم بها في منطقه اقليم مديونه. حنا عطانا الله ناس في المستوى. كنشكر التجمع الوطني الاحرار لانهم هداونا واحد العناصر اللي هما في المستوى. عطانا امين النقطه اللي هو واحد الشاب طموح عنده افكار كثيره على الاشتغال على اقليم مديونه بصفه عامه. حنا الله بهرنا بهذا الشاب، وحنا كمنطقه الهراويين جبنا واحد الاتيكاد وهو بسيط جدا، ماشي في الحق ديالو، ولكن كنتسموا اننا تضامنا مع الاخ امين نقطة. وشكرا لكم جميعا. حنان سلمي للوطن.